على حضرتك وعلى الجهاز الفني ويعني الفترة دي حققت قد ايه من اللي حضرتك طالبه من خلال الماتشات الودية؟ هو النهارده يعني هو كل ماتش عن ماتش بيفرق يا كريم، لان انا جمعت فرقه بعد 60 يوم ومعظمها كان فين، يعني اللي كان بيحضر فرق الاحتراف واللي راجع من اجازه واللي كان في نادي. العمليه الفنيه مش في يوم وليله تتلم. الجانب الفني بالظبط، الجانب الفني يا كابتن كريم مش في يوم وليله. ايوه الناس مستعجله، الخطوات انا ماشي خطوه خطوه. الطبيعي جدا انا ما ببصش لاي نتائج في الماتشات الوديه، انا ببص الاداء، ببص لانضباط فني. انا اللي عندي اداء انا بطلبه عشان اقابل بيه واجه بيه الفرق الثلاثه بامر الله في كاس العالم. فهو ده رابع مباراه اكيد فرق النهارده، ادي خطوه وصلت يعني النهارده اقول مثلا بامر الله والتوفيق وصلنا لاربعه من عشره. حلو قوي، اربع درجات خدتهم في اربع مباريات، مش وحشين بالظبط، مش وحشين بالظبط. وكل ماتش عن ماتش يا كابتن كريم بقعد وكابتن ربيع دايما يعني اكيد الكلام بيوصل لحضرتك. احنا هنا بنقول ان دايما انا مش عايز منتخب مصر يبقى في التوب في اول المعسكر، بالعكس انا عايزه يبدا من تحت ويوصل بالتدرج او بالتدريج لغايه ما يوصل لمثلا 70 او 75% قبل البطوله على طول، ومع الماتشات المستوى هيرتفع. ده كلام مظبوط، وفي نفس الوقت هي الماتشات اللي بتجيب الاداء، هي الماتشات اللي بتعالج لسلبيات، هي الماتشات اللي هتجيب الثقه، هي الماتشات اللي هتجيب اللي تعمل لي التوظيف، هي الماتشات اللي هتوجد لي الانسجام والتفاهم، هي الماتشات اللي هتظبط لي الجانب الدفاعي، هي الماتشات اللي هعمل بيها الجانب الهجومي والتنويع الهجومي. كلها امور محتاجه ماتشات، وماتش عن ماتش الاداء بيبقى باحسن وافضل والحاجات دي كلها. فهو ده اللي انا شغال عليه بامر الله تعالى، وخطوه النهارده مش وحشه، كويسه بصرف النظر عن النتيجه. وان شاء الله يا كابتن كريم الاداء في الماتش الاخير ده يبقى احسن وافضل باذن الله. المعسكر ماشي كويس زي ما حضرتك عايز يا كابتن ربيع، ولا في بعض المعوقات اللي بتعوق حضرتك او بتضايقك شويه في المعسكرات اللي تمت؟ لا هو المعسكر ماشي، هو معسكر مثالي بعيد عن اي حد، عن البلد، في جبل فوق من الملعب للفندق بس. ما فيهوش اي حاجه خالص، معسكر في جبل فوق كده، خد بال حياتك، بعيد عن الزحمه وبعيد عن البلد. يعني انا دايما احب يعني اميل الى هذه المعسكرات، من الـ من الـ من الـ من الفندق للملعب، ملعب فندق. هم بس اللعيبه خدوا جوله حره اول امبارح بس، ايوه، لمده اربع خمس ساعات، وده حقهم يعني عشان ما يملوش بالظبط. بس انما احنا قافلين على نفسنا، الناس طبعا يعني ما تستعجلش الامور، واديني معاهم شغال، وكل هدفنا واحد، ان احنا ان شاء الرحمن يعني ربنا يكرمنا ونوصل للشيء اللي يقنعنا ويقنع الجميع باذن الله تعالى، ونكون وصلنا الاداء محترم باذن الله تعالى ومثالي ان شاء الله تعالى. وصل لك شرايط حديثه لتشيلي والعراق وانجلترا يا كابتن ربيع، ولا ما فيش حاجه ماتشات حديثه بالنسبه له؟ لا وصل لي انا طبعا، انت عارف الحاجات دي ما بتفوتنيش ابدا. ايوه انا فرجتهم على 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 مباراه لتشيلي، مش مباراه كامله يعني، وفرجتهم على اهداف للعراق وانجلترا الاخيره. لكن انا عندي كان لحد امبارح بشوف ماتش لتشيلي اللي هم مع الارجنتين اللي كسبوا 1-0 في الارجنتين. انا بوصل لهم القصه واحده واحده، انا مني ماتش اول ماتش، انما بعد كده انا هنتفرج على العراق وهنتفرج على انجلترا لما البطوله تبتدي. فكل ده انا بعمله واتفرجوا وبفرجهم على نفسهم في ماتش البرازيل، لقطات كثيره جدا. لان بسجل المهم بيسجلها لي الحاجات دي كلها. والامور الفنيه ماشيه يا كابتن كريم على على النحو التالي، الملعب الحمد لله والسبوره والفيديو بامر الله تعالى. طيب رامي ربيع اخباره ايه يا كابتن؟ يعني خلاص قرب ان شاء الله ولا لسه شويه؟ لا رامي لسه رامي يرجع زي ما هو يرجع، يعني احنا هو طبعا عنده يعني احنا واقفين جنبه بمثاليه غير عاديه، ويهمنا سلامته باذن الله. ربنا اراد ورجع يا كابتن كريم، المفروض كان نزل الملعب طبعا، لكن احنا الدكتور منظم له مع دكتور النادي الاهلي مع رامي. أيوة. هم المسؤولين الثلاثه ان شاء الله عن نزول رامي الملعب بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. بعض الانتقادات اللي بتوجه لحضرتك اللي هي حاجات خارج الكوره او انتقادات مش فنيه، انتقادات شخصيه لكابتن ربيع ياسين، ومش حابب اوضح يعني الحاجات دي بتزعلك كابتن ربيع وانت داخل على مهمه قوميه وتركيز مع منتخب مصر للشباب؟ انا واضح وصريح وشخصيتي معروفه، وانا لاعب وانا مدرب انا مركز. وخلي بالك يا كريم حتى يعني اول مره انا كنت دايما بنزل تليفوني على موقع الاتحاد، وانا حتى مش عامل ده وقافل الموبايلات، مركز في عملي، مركز في مهمتي، انا بعتبر في مهمه قوميه. ايوه انا ما ببصش، معروف ربيع ياسين الحمد لله يا كابتن كريم، واخد بالك؟ بس يا ريت تقول لي في زي ايه عشان ارد واقول لك ايه لو في. يعني مش حابب ان هي حاجات كلها يعني حاجات فرعيه وحاجات يعني كلام يعني ايه، مش عايز اقول يعني سوري في الكلمه، ملوش لازمه في الفتره الحاليه. المهم اللي انت تركز، وانا مش عايز ادخلك في القصه دي، انا عايزك تركز مع المنتخب فنيا وتركز في كاس العالم اللي احنا عندنا مهمه صعبه مش مهمه سهله، فسيبك من الكلام. لكن الحمد لله يعني حضرتك مركز ومش مش بتتاثر من الكلام اللي بيتقال.
لا انا معروف طبعا شخصيته، واخد بالك، واللي عنده حاجه زي ما بيقول صنعها. ربيع ياسين معروف يا كابتن كريم. يا ريت، بص عاوز اقول لك كلمه، ايوه، والكلمه دي اقسم بالله كريم انا بقولها، وفعلا يا ريت ال 90 مليون مصري يعملوا ويمشوا زي ربيع ياسين ويشتغلوا بما يرضي الله زي ربيع ياسين، ويخلصوا للوطن زي ما ويوفروا للوطن زي ما يرضي ربيع ياسين، وربيع يراعوا ربنا زي ما بيراعوا زي ما ربيع ياسين بيراعوا. هقول لك حاجه بس صغيره كده، وحضرتك برضه عشان ايه تبقى برضه ايه، بيقولوا ان في بعض اللاعبين في خلافات مع الكابتن ربيع او متضايقين منه شويه، يعني الكلام ده اتقال هنا في مصر. لا ده الواد التعبان ده، الواد اللي قال لي مين يا كابتن؟ مين اللي قال؟ يعني 12 كده كلام. ما هو واد تعبان مجنون، في كام قناه فتحت له، واخد بالك؟ تعبان مجنون اهبل مفضوح اساسا، واخد بالك؟ انما تلعيبه ايه؟ اللعيبه النهارده انا بشوف شغلي، وشغلي ما طبيعي جدا يا كابتن، كان في لعيبه قدامك موجوده. تتضايق من ايه؟ تتضايق من الشغل الصح، تتضايق من العمل، تتضايق من الاخلاص، تتضايق من واحد عمال ماسك لهم خرطوم ميه الساعه النهارده ويدلكهم مع الراجل عشان يبقوا كويسين يا كابتن كريم، بيلايمهم، ايوه بيشغلهم، بيروح لهم في الملعب. مش يا ريت انا مدير فني بس يا كابتن كريم، يا ريت، تعال شوف انا بعمل ايه للعيب. عارفين يا كابتن، ودايما ربنا هيكرمك باذن الله، وزي ما كرمنا في بطوله افريقيا وهيكرمك في كاس العالم ان شاء الله. كريم انا بشتغل لله ثم للوطن، وفي يوم من الايام هسيب هذه المهمه، وانا افضل مخلد فيها، في يوم من هسيبها. بالظبط بالظبط. بكره رايحين على تركيا ان شاء الله يا كابتن. بالليل النهارده الساعه 2 ان شاء الله. بالتوفيق وسلامي لكل اللعيبه والجهاز الفني، ودعواتنا ليك يا كابتن ربيع وللمنتخب ان شاء الله. اكيد يا كريم، شكرا يا حبيبي، شكرا. نشكر كابتن ربيع ياسين.